واقفين معايا ومساندينني وفرحت بزاف حيت معايا وحنا غاديين في هذا الملف حتى نشوفوا شنو غيطرى من بعد ونتمنوا يكون خير حيتاش تظلمت بزاف وبالاخص تصدمت شافوني المحامين مصدومه قالوا لي ما تصدميش حيتاش تصدمت بزاف من هذوك الناس اللي كانوا خدامين معايا وشهدوا ضدي حيت اختاروا الخدمه عليا انا وما عرفتش انا ضميرهم كيفاش مرتاح ولكن انا كل واحد واش كيقول وانا مرتاحه حيت عندي داك الاوديو مهما كان غيدوز في الخبره وداك الشيء باش يعرفوا الصوت واش ديالو ولا لا شكون اللي كيكذب واش انا ولا هو الدريات اللي كانوا باغيين يشهدوا واش جاوا ازروك ولا باقي غادي يشهدوا اللي شهدوا كملي اللي شهدوا فين الدريات اللي قالوا لك غادي نكونوا معاك اللي جاوا باش يساندوك باش يبلغوا على التحرش اللي تعرضوا ليه ما جاوش لا قالوا لي غيجيو وانا غنجيبهم ونشوفوا شنو كاين داك الساعات صافي وبالنسبه لهو اش قال هو ملي دخل شو هكذا قاعدين تحقق نكر بلي هذاك الصوت ماشي صوته لا داك الصوت ديال الاوديو ماشي صوته والقميص اللي فيه العلامات قال عليهم ما بقاوش باينين بزاف المهم في البوليس باينين وكاتبين باللي راه مقموش وداكشي واش داروا دابا غيديروا تمديد ولا داروا تمديد للملف باش غيدخلوا شي شاهد كيفاش داروا الاعاده باش يعاودوا يحقوا في هذا الملف باش يشوفوا شي شاهد اختي شنو هو الاحساس ديالك كل شيء اليوم ربي معاك وقويه اللي شفتي هاد الناس اللي بغاو يبيعوا لك الشراب ديالك اللي جايين يشهدوا ضدك وحسبي الله ونعم الوكيل والله ياخذ الحق في اللي ظلمني اش قولي لهم الا كانوا عندهم شهم اخواتات هما الناس اللي جايين الدنيا دواره وكيف غيوقع لي انا راه غيوقع لاختك ولا لبنتك ولا شي حد اخر من عائلتك هو دابا انت عندك الدليل ديال الاوديو هو شنو هو الادله اللي عنده جايب غير الشهود صافي فقط جايبين الشهود في المحضر انت مع قضيه التحقيق قدمتو غير بجوج دابا هو نكر هي قلتي اللي كاين قلتي وجهتي لي التهم اللي داكشي اللي كاين قلتو انا داكشي اللي كاين قلتو بدون خوف بدون حتى شي حاجه شنو بغيت نقول لك الدريات اللي تعرضوا لهذا الشيء وما قادينش يدعوا على حقهم هانت دابا جيتي للمحكمه ولقيتي ناس واقفين معاكم ازرين كاش بغيت تقولي لهاد الناس اللي تيخافوا انا بغيت نقول لهم زعما يديروا شي حاجه اللي شي كاميرا ولا شي حاجه دليل بعدا باش ما يمكنش البوليس يتيقوك وانت ما دايره حتى شي حاجه ولا شي شاهد المهم شهود ما عرفتش انا واش غيشهدوا ضدك ولا معاك حيت انا تصدمت تصدمتي فيهم بزاف هاد الناس كيفاش كانت المعامله ديالك عادي مزيانه ما عمرك سرتي فيهم شي عار ولا زعما لا علاش شهدوا فيك اليوم هاد الناس اختاروا الخدمه وهذا هو السبب اللي انت اليوم واقع فيه بسبب الخلاص ديال الخدمه تعرضتي لهادشي صافي ساليت اش بغيت تقول للناس الراي العام للشعب المغربي باش يعازرك ووقف معاك باش ما يسكتوش على الظلم ولا تندويها مع المحامي الله يحفظك من ليه يعني انت تعرضتي يعني للتحرش يعني تألمتي نفسيا نقدروا نقولي بلي يعني حتى الثقه ديالك بنفسك يعني واحد المرحله ما بقيتيش كتحسي بها يعني هادو كاملين يعني عوامل يعني كياثروا عليك انت شنو تتمنى يعني لهذا الشيء ياخذ مجرى القانون ديالو ياخذ العداله تاخذ ليا المجرى تاخذ لي داري اللايف لا ماشي اللايف لا بالعكس غير قولي كتحسي بعاد العداله تاخذ المجرى ديالها وصافي حنا دابا مع العداله تاخذ لينا تيعاودوا الاعاده ونشوفوا توترا مع هادشي ما مولفاش ويلا كندوز بيه النفسيه متوترة طبعا النفسيه ديالها راه غتكون طبيعه الحال يعني شيء طبيعي شفتي الطبيبه شنو قالت لك الطبيبه على حساب النفسيه ديالك يعني دوات معايا وعندي رونديفو السيمانه الجايه وصافي عطاتني تريتمون مسبعه دابا واخا هاد المرحله هادي
كاينين بعض الناس اللي نقدروا باللي قلتي انت سبق لك وذكرتي باللي انهم يعني بغاو الخدمه باش يشهدوا صالحك، شنو تقولي لهم؟ شنو توصل لهم يعني كرساله انسانيه منك انت الانسان مثلا اللي عنده اخته اللي عنده وحده من الافراد الاسره ديالك تقدر مثلا تعرض لهذ الحوايج؟ نقول لهم راه الدنيا دواره واي هذا غير امتحان وما عرفتش انا ضميرهم لهالدرجه اختاروا الخدمه على شي حاجه غير شي حاجه اللي القانون وداك الشيء ضميرهم ان الانسانيه وضميرهم ما مانبهمش لهالدرجه. ما فهمتش انايا كاينين الناس بحال هكا، انا ما كيصحش لي كاينين الناس بحال هكا زعما اللي اختاروا الخدمه على قبل شي حاجه انسانيه. واخا بالنسبه لكاينين بزاف ديال العيالات ولا ديال البنات المغربيات تعرضوا لهذه القضيه هذه وكيبقاو ساكتين، شنو تبغي تقول لهم انت يعني كرساله ليك؟ نقول لها ما تخافيش وكاين البوليس وكاين العداله في البلاد وكاينين حقوق اللي وقفوا معاك كيف ما انا لقيتهم في جنبي وشكرا لهم بزاف. شكرا لك. عبير استاذ ما تقرر اليوم يعني بالجلسه في اطار التقديم اللي كانت قراراته النيابه العامه لكل من المشتكى به والضحيه، يعني اليوم تم التقديم ديالهم امام النيابه العامه وفي اطار الاستنطاق ديال النيابه العامه لكل من المتهم والضحيه تم ذكر اسماء جديده في الملف ما كانتش محط بحث من قبل الضابطه القضائيه، وبالتالي النيابه العامه بان لها انها تزيد تتعمق البحث وذلك عن طريق الضابطه القضائيه وليس في اطار التحقيق. هذا بايجاز ما تم اتخاذه من طرف النيابه العامه في الملف اللي متعلق بسلوى. نعم. انتم كدفاع المتهمه شنو اول حاجه قدمتوها باش تاجروا هذا المتهم؟ ماشي قدمناها يعني كانت هي رائجه في الملف يعني التسجيل الصوتي. باش نكون معكم صريح البحث حاليا مشمول بالسريه يعني ما يمكنش لينا ندليو بشي معطيات او لا بشي ادله او لا بشي حجاج، والنيابه العامه باقي ما اتخذتش القرار ديالها بانها تتابع من الحافظ من اي قرار من قرارات النيابه العامه، وبالتالي كنظن انه راه هذاك التسجيل راه عندكم ورائج. هذه هي اهم وسيله اثبات اللي كنعتمدوا عليها في هذا الملف اضافه الى عديد من الشهود اللي كيتسموا بالمصطلح القانوني الدقيق ضحايا، هما اللي غنعززوا بهم الادعاء ديالنا في هذا الملف. واخا استاذ من فضلك يعني ما نطولوش عليك، حنا نحاولوا بحال نسبقوا العقوبه لهذا المجرم. ما يمكنش لينا نتناولوها دابا وباقي ما طلعناش على التكييف ديال النيابه العامه بعد هذا الفعل، يعني النيابه العامه شنو غتسميه بعدا؟ واش جريمه اتجار بالبشر؟ واش محاوله الاغتصاب؟ واش هتك عرض؟ او لا عندها بزاف ديال يعني وصف قانوني تاخذوا النيابه العامه وديك الساعه غنتناقشوا فيه وعلى ضوءه هذيك الساعه غتكون العقوبه مقرره ومحدده في النص القانوني. بالنسبه للمتهم شنو كيكون في هذه القضيه؟ بحال اللي سبق وقلت لك في الاول يعني البحث حاليا مشمول بالسريه، اذا ما يمكنش ليا ندير تسريب لاي معطراج في الملف. النفسية ديال الضحية هي خير شهيد وانها تقدمت لطبيب اخصائي نفساني اعطاها شهادة طبية واعطاها رونديفو تسعود في الشهر ان شاء الله باش تلقى، لانها حاليا خاصها تواكب ماشي من الناحيه القانونيه او من ناحيه حيت هادشي كيف ما هي كتقول وكتصرح انها بنت دار يعني ماشي بنت الزنقه، يعني هادشي ممكن اول مره غتشوفه او اول مره غيتعاش، هادشي علاش خاصها تواكب فيه. واخا تقدروا تشوفوا ضحايا اخرين استاذ؟ ممكن راه بحال اللي قلت لك يعني الملف تم تاخير او لا تم اتخاذ قرار تعميق البحث فيه بناء على الاستماع للشهود بين قوسين ضحايا. هذا ما كان. شكرا لك استاذ. سموح طارق النيابه على الاستاذ زينب المعلم. مرحبا. خدامين في الكلينيك. وعندهم في الاقراص. هو ما دايزينش هذوك في الشارع. دايزينش هذوك في الشارع. ماشي اخويا نحيدو من الشمس. لا ما دايزينش في الشهاده. كالعاده ولا والو. ولكن كيف داروا لي المحامين داروا لي راه دائما كيجيو بحال هاد القضايا ولكن كيجيو من الخدمه ديالهم. كاين شي واحد اللي كيكذب الشهادات.
الشباب لا حتى شي حاجه وما كتبغوش موال وفي الفوكال اللي سمعتي غادي نخدم انا ماشي ودابا كل واحد واش كيقول لك انا عندي الفوكال او لي زوديو خاص اما هو عنده شروط كامل اللي خدامين تما يعني لك راه طبيعي غادي نطالع ثلاثه تكمل في الاحمر أنا عندي دليل اللي هو الأوتو هو عنده شيء.